الله يحييك والله. تو دخل بجو الحنين وقاعد يصيح وقاعد يزعل و ايش يا ابو قاعدين نراعيهن الحين يعني ما شاء الله مره في احساسه ابو عاد سوى شاهي سوى شاي وشرب كاس الله يجزاك انا اقول ما دامك تستقبل الضيوف خلنا اجهز لك قصيده اجهزهم قصيده بعدي والله وضيعته بالشركه لا طبعا تقول بصير منشد واني لي سنتين ما ادري اي هلا هلا يا ولد ما ودي انا اكسر خذوا خلطه لك عليه يلا حيهم ترى يقلم بك بيت ابو فهد شرفتون والله والله اي هذا الكلام زين في بعض الناس من اليوم وهم اقول لك بعض الناس من اليوم وهم كل ما قلنا شو قال اقول استريح اسمع اقول قلبي الى من شاف مجمول الوصوف يزلق بصدري زلقه تسعود الفهد الزلقه وش القصيده اللي تزلق ذي؟ ما ادري ما في هذه صور شعريه يا اخي عند ابو فهد معليش يمكن على وزن فهد يعني على جوه الزلقه الشهيره ما شكله ما يعرفها صدق كل يوم ابحث عنها او بعض الفترات ابحث عنها كل يوم يطقطقون الناس عليها قلبي اليوم سعود فهد مدري ايش ما دخلك بجروبنا جروبات لا ليش؟ ابو فهد لا تعطي رقمك تكفى لا لا تكفى والله ما اشوف جروبات مرضي من يوم عرفته شوف الحين اعرف انا لي اكثر من سنه ونص زين يعني من اول يعني على اننا بنتواصل وكذا ارسل لي من ارسل لي انا قلت الرجال يعني شكله يعني راح يواصل ذا شفت انه مدرعم كل شوي ناس كل يوم يدخلك بجروب وما ادري وش يلا يا رب انك قلت يا رجال شكل ذا رسائل جماعيه ويلا وافي حياك الله الله يحييك شرفتنا ونورتنا انت والشيخ مشعل الله يبارك فيك ويسلمك هذه القصيده هذه بقلبي الله يسلمك تستاهل هذيك ترى احب انا لا اليوم انت رومانسي بالحيل والله الا قبل شوي يوم الناس من رومانسي ولا الدرباوي تطليق على ناس بس ما شاء الله والله عاد الجو يخليك تسفهل يلا حيهم شرفتنا الله يبارك فيك ويسلمك صراحه دائما انا احب القصيد واحب الشعر واحب الشاعر كذا وهو يتأمل كذا قاعد يتخيل قصيدة أو يكتب أو تخيلاتكم علمونا عن شعوركم أنت كذا قاعد تحاول تطلع قصيدة خلى عند أبو وافي أبو وافي لا تقرب الشاعر وهو يكتب والله أيوة. يا أخي في بعض الناس ولا قاطع كلامي يقول يا أخي أنا ما أحب أكتب قصيدة إلا وأنا أسوق في بعضهم يقول صدق كل واحد له جوه كل واحد له طقوسه صح 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 طقوسه الخاصة فعلا يعني ما تقعد باي مكان تقول والله بكتب قصيده الا انت مرتاح قصيده عن قصيده تفرق احيانا تطلع معك وانت تسوق احيانا وانت على ما يقولون بالكافي وانت جالس البيت اللي قبل شوي وانا راقن الدرج ايش رايك احيانا لا قصيده معينه تبي جو خاص يعني لا طلبت منك قصيده على مثلا الحفل او ما ودك تطلع بشيء سيء بدك تطلع بشيء يجمل صح فهذي تعومسك و والله تبعدك عن الناس تدخل بجو خاص بك انت جميل يعني كل شيء له كل شيء له جوه اي احسك يا ابو وافي من النوع اللي يدخل تفاصيل الجو يعني زي الشعر احسك تحت تلم فيه يعني انا سولفت معك كذا مره فاحسك يعني من النوع اللي لا قعدت على القصيد يعني على قولك لا تقرب ولا جزار يكتب ففعلا احس لمست الشيء هذا فيك والله شو احيانا انا معنى مو احيانا اي بس يعني معليش ممكن تصير رايق وانت تكتب ولا من النوع اللي اصلا ما تكتب لو انت رايق يعني بس انت رايق للقصيده اي الجو يعني بس انت رايق للي حولك ايوه يعني انت مسخرن نفسك ايوه وافكارك واحساسك كله للقصيده جميل يعني تكتب انت جميل انت بحال واحد يقاطعك يعني هي فكره متسلسله اذا انقطعت صعب انك ترجع لها يعني ممكن ترجع لها بعد شوي بعد ساعه بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين بعد اسبوع اسبوعين بعد سنه سنتين ما تدري خلاص اذا انقطع حبل الافكار ما تدري متى يرجع جميل طيب يا فهد طبعا جمهورنا العزيز اخونا فهد ابو وافي ما شاء الله عليه انت مضيع انا اليوم بالاسامي كلها بدر عفوا بدر يحيى ترى الشيء كل شيء في سعود بس كل شيء في سعود في فهد يقول لا شوف انا اول ما دخلت غلط باسم سعود شوف سعود فهد انا دخل جو معه ما يمديك تصرف ما عندك تصرف اسلم بس اسلم صدق اسلم يا فهد اسلم اقول لك فما شاء الله عليه جمهورنا العزيز يعني ما شاء الله عليه شرفنا
ومثل الوطن على مستوى الخليج طبعا، وشارك بأحد القنوات الخارجية بشعر البيت الظاهر كله. فودنا تعطينا يعني دخولك للمسابقة مثلا، أنت داخل تبي تنافس، داخل تبي شهرة، داخل يعني تجد أنك عندك شيء تبي تظهره، فودي تعطين جوك اللي تدخلون به، وكيف أنك وصلت لهالدرجة ذي أنك تميزت وأنك شرفت هالوطن يعني، وبذيك الليلة بالذات اللي بدعت فيها وصرت من الأوائل. الله تستاهل الطيب. أدري أحرجتك. لا 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 بالعكس. برنامج البيت فكرته سهلة ومطمع لكل شاعر، يعني اللي يحس انه مبدأ شاركوا، كثير من الشعراء بالخليج والوطن العربي شاركوا، فيهم اللي فاز وفيهم اللي ما حالفوا الحظ وكتب شيء جميل، بس حلو. ما وفق الله. صحيح. البرنامج عبارة عن تغريدة. صح. فزت تجي على ضيافتهم يستقبلونك وتدخل البرنامج. هو تسوي تغريدة بعدين بناء عليها يختارونك. إيه. طيب المقياس حقها الرتويت ولا لا لا يعني لها تصويت لا او لها لا تقييم؟ لا برنامج تقييم ولجنة تحكيم. أيوة. مربوطة بهاشتاج؟ لا ما يحتاج هاشتاج، بس انها بالمنشن. جميل. ترد على المنشن حقه. جميل الفكرة. وتدخل برنامج عندهم، يعني حتى الفارز فارز آلي، ما هو بفارز ممتاز، مو بفارز ممتاز شخصي خاص. ولجنة التحكيم تهتم للشعر أكثر من الشعر، يعني تبي المبدعين أكثر من اسم الشاعر، ما يعنيها اسم الشاعر من دائما الإبداع، ولا قاطعك، دائما الإبداع هو اللي يتصدر الأشياء. صحيح. يفرض نفسه، يفرض نفسه غصب. وفي ناس كثير مبدعين ولكنه مظهره، وفي طاقات صراحة أحيانا تتفاجأ فيها بحاجة بسيطة أو مجلس مو مكان عام، أحيانا أحيانا جالس عند واحد تلقى واحد عنده أشياء ما شاء الله يعني. فأنت بناء على ذلك اختاروك وشاركت. فاز بيتي. أيوة. تقريبا على 27 او 25 الف متسابق. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. وهذا يعني هذا شيء مو بسيط، سوالي نقله، وصار عندي اهتمام اكبر بالشعر، معني يعني حبيت الفريق قصدك. اي وعطان يعني بديت اهتم مو باي شيء يطلع. صرت ذويق يعني، صرت تدقق. لا مو مسألة ذويق، بس بدأت تدقق. أيوة ممتاز. فما يبدأ الحين يشتغل عندك الناقد الذاتي. أيوة. ما يطلع عندك أي شيء، تكتب أي شيء، بس ما يطلع على الناس إلا الشيء اللي يجمل والشيء اللي تراهن عليه أنت مع أنك مقتنع. جميل. طيب أبو وافي، ولا قاطع كلامك أنت أبو فيصل، الوطن له حق. أكيد أكيد. وصراحة ودنا نبدأ قصايدنا بشيء عن الوطن، إذا تسمح لنا أبو فيصل. الله الله. نبي شيء كذا. الله الله. أبشر. أقول قبل بس القصيدة، ودي عندي بيتين أقول. أبكسر البيت متقصد ومتعمد، كسر يساوي يا شاعر كل أشعارك. يا ناس صلوا على خير المن محمد، اللهم صل وسلم وانعم وزد عليه وبارك. لازم نصلي على النبي والبداية. أقول سارعي للمجد والعلياء يا جود الوجود، ورددي الله أكبر يا مضامين السعد، وارفعي خفاق نخضر عنه بنفسنا نذود، فيه للعدوان سيف وفيه توحيد الصمد، عشت فخر المسلمين بكل عز وكل جود، موطني يا قبلة اللي لله الواحد سجد، اشمخي فوق السحايب بالمليك بن سعود، الذي بقوى الهمم لعلى القمم جد وجد وجاد بالأمجاد، واتزل مده سند سنود، وطال بطالات وجاوب بالفضايل من نشد، الملك سلمان عز ومجد وللإسلام طود، الأسد ابن الأسد ابن الأسد ابن الأسد، ماس نوماس المكارم راس نبراس العقود والفخر العز، حر النداوي بالهدد يبذل المجهود ويبذل فوق مجهوده جهود، كل أوقاته عطى الحين مع قبل وبعد، الأمور الكايدة بوجودها أبدا ما تكود، بحكمته وبحنكته الشعب مده بالمدد، والسند بمحمدين النور صعود إليا صعود، والوطن فيهم صعد ثم صعد ثم صعد، بلقسى هم العضود
وبالخطر هم الجنود، وكلنا معهم جنود بصفهم يدا بيد. موطني يا موطن العزة وتحقيق الوعود، موطني يا موطن العزة وتحقيق الوعود، جعل ربي يحفظك من شر حاسد لا حسد، بالصباح وبالمساء نقرأ على حماك الورود، الفلق والناس وتر وقل هو الله أحد، يحفظك من طغمة الحساد وأحقاد الحقود، ويجعل أيامك سعادة مع تباشير ورغد. موطني أنت على التاريخ إكليل الورود، يا العذوبة يا سحاب المجد يا طعم الشهد، سارعي للمجد والعلياء يا جود الوجود، وردد يا الله أكبر يا مضمن السعادة وسلامتك. كفو والله، كفو كالطيب والله، الصراحة تحمست أنا. الله يسلمك ويستاهل أبو فهد، الله يطول بعمره ويخليه يذخر الإسلام والمسلمين. الله يعطيك العافية. ودنا يا أبو وافي، أبو وافي وش رايك يعني الحين احنا دخلنا جو الوطنية شوي، فودي تعطينا جونا بعد على قولك. أبشر إن شاء الله. القصيدة بعاصفة الحزم. يقول زلزلت أرض المعارك وابتدى قرع الطبول، في حمى الحق وحمانا ابتدينا بسمة، والله إن المملكة دون اليمن درع وقفول، والله الحامي وحنا بمر ربي لها حمى، طائرات الجيش تضرب والفعل قبله نقول ما رميت إذ رميت، لكن الله رمى يا صقور المملكة، والعز في ناجى الرسول، اقدموا والحق دون ترخص انفوس ودمى، كبروا قبل القذايف تقصف وكار الفلول، وكبروا مع كل غارة واضربوا ضرب العمى، والله ان الحوث يجبن من مجابهة الزحول، لا عقيدة ينتصر لها لا ولا حتى انتمى، من تقوى بالخميني مثل ساداته يزول، ومن لهث يطرد سرابة موتته موتة ظمى، الله اقوى والله أكبر، والملك قد الحمول سيدي سلمان، واسمها بالفعل شام وسمى، والصقور اللي تعلت تنتهج نهج الرسول، من نصر ربي على أرضه ينصره أرضه وسمى. سلامتكم. كافو إن شاء الله كلنا نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من جنود الوطن أكيد أكيد. أنا تذكرت بيتين بس بالوطن بيتين، أنا أقول يليتنا يليتنا يا موطني فوقك نطير، والله وعلى ترابك ليتنا ما مشينا، يا ليتنا يا موطني فوقك نطير، وعلى ترابك ليتنا ما وطينا، غلا وإجلال ومحبة وتقدير، وشلون ناطى نعمة الله علينا. الله سلام سلام، صح لساني صح تبان. أجواء الوطنية هذه الواحد ما ودك يطلع منها أبد. ترى اللون له دور بعد يعني. والقلوب خضر وسعود مهلوب. أقولك الجواء هذه وما ودك ما ودك تطلع منها، بس واحد قال لك انا عندي قصيده انجليزيه، شو تقول له؟ انجليزيه كنت سمعت قصيده انجليزيه؟ اذكر ابوي الله يرحمه كان احيانا تناقشنا معه اذا ما جاز له الكلام يقول اي ستيف ريزورت از نوت فيري نايس، الى الان ما ادري ايش معناتها، ما ادري تقرا كذا ولا كذا. يس يس يس. هذه قلت بتهور بسوي لي قصيده انجليزيه مقفاه وموزونه. طيب يعني مترجم. لحظه مترجمه يعني معناتها معليش مقدما يعني ايه؟ هي غزليه ولا شرح ولا لا لا هي لها يعني معنى عن الابتسامه. اوه ابتسم سمايل. الله الله ما شاء الله ترى يعني يجي 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 منك وانا اربع كلمات بس اعرف يجي تواضع. اذكر قلت بيتين فيها بس كلام انجليزي، هي كانت المدخل عليها. انا اقول المسألة سهلة إذا لنفسك تحب، حياتنا مثل البرامج في يدك، على الهموم إلى إذا لفن، المسألة سهلة إذا لنفسك تحب، حياتنا مثل البرامج في يدك، على الهموم إذا لفن اضغط سكب، وعلى رضينا الطبوع اضغط بلوك بلوك. الله الله الله. بس رجاء لا حد يحطي صيف القصيم سكب، لا لا ما هو بسكب، لازم يتابع. ما تقدر حتى لو تسوي سكب ما تقدر الا رتويت رتويت ولايك وكلش. هذه يقول طبعا لا احد يقول لي الاكسنت ومدري ايش، واحد قال لي الاكسنت مدري ايش، حسبت السياره هنا يعني قصده ان قل انطق الكلمه صح. لا اكسنت اللي هي الخروج يعني، لا ذي ككس الظاهر بعد يزعلون عليها حقنا اللغه الانجليزيه، عادي يعدلونها لي بعدين. اي شوف بشرط اذا قلت القصيده وصار في اخطاء يعدلون. اقول قاعد قاعد بعاصم ما ادري الانجليزي عندنا هنا وراح يدرس. اقول اسلم بليز سمايل او ماي دير،
بليز سمايل دونت بي ساد.